خلينا نتابع لحظة اقتحام قوات الاحتلال منزل عائلة الأسيرة المقدسية نفوذ حماد، والتي كان ينوى الإفراج عنها يعني اليوم ضمن صفقة التبادل. هذه هي اللقطات التي تصور جنود من قوات الاحتلال تهدد العائلة، تطرد الإعلاميين والصحفيين. دون مش كاميرات، دون مش كاميرات. نعم، لا أدري إن كان هذا الفيديو له يعني فيه صوت يا شباب. אתה מזהה פרצופים שלא מפה? תגיד לי מי שלא מפה יצא החוצה עכשיו. מי זאת? לא, מי זאת? הבת שלך? לא. את מי? הסבתא? אני הסבתא. קום ללך הביתה. איפה את גרה? אני הסבתא. אני הסבתא. נשואה? אני נשואה. מג'ומשה? איפה? אז יאללה, אופי לשם. אופי לשם, יאללה. יאללה. אופי, יאללה. בואו נקח את הילדים באופי, יאללה. عوفي منها. ماذا يقولون يا دكتور؟ يقولوا طير من هان، يلا اطلع ما حدش يضل. يطردوا الصحفيين و الصحفيين ويطردوا ليس فقط الصحفيين، يطردوا من في البيت ايضا. يعني باستثناء اهل البيت، الاسره يعني. باستثناء الاسره كله. طيب، جيش الاحتلال يقول الان الصليب الاحمر اكد ان هناك 11 محتجزا في طريقهم الى اسرائيل. اذا يعني الصفقه، هناك 11 وهناك 6 من التايلانديين. 6 من التايلانديين. طيب، يعني كنا نتحدث عن أنه كانت هناك مشاكل في مكان التسليم، يبدو أنها حلت الآن. لا، حلت وانتهى الموضوع، خلص. والمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يقول بحسب المعلومات التي قدمها الصليب الأحمر فإن 11 إسرائيليا في طريقهم إلى الأراضي إلى إسرائيل.